الموقف الأخباري من قناة النيل الأزرق، حياكم الله. أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك حرص الدولة على تنفيذ القوانين والتشريعات والسياسات التي من شأنها أن تحفظ للمرأة حقوقها العادلة في كافة المجالات، وأثنت لدى مخاطبتها صباح اليوم بفندق السلام روتانا ورشة التغير المناخي والتكيف البيئي وأثره على تحقيق المساواة بين الجنسين التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية، أثنت على الدور المهم الذي تتضلع به المرأة في كافة مناحي الحياة. وقالت عبد الجبار إن المرأة السودانية أثبتت مبكرا قدرتها ومهارتها العالية في كافة المجالات بشهادة المجتمع الدولي من خلال إثبات كفاءتها القيادية عبر المناصب التي تولتها داخليا وعلى مستوى المؤسسات الإقليمية والدولية. لهذه الدورة 44 لم يأتي اعتباطا، وأظن أن الذين يعني جعلوا أن يترأس السودان هذه الدورة لأنهم يعرفون للمرأة السودانية حقها وريادتها في كثير من المجالات. والمرأة السودانية أكيد هنالك قواسم مشتركة بين بلدان المنطقة في أن المرأة تلاقي شيئا ما من العنت في بعض الأمور، ولكن المرأة السودانية تميزت قبل وقت باكر جدا بمشاركاتها وبإسهاماتها الكبيرة جدا في كل المجالات. انعقد اليوم الاجتماع الثاني لمبادرة الإعلاميين والصحفيين لحل الأزمة السياسية في السودان ودرء آثارها بمقر جمعية الصداقة الشعبية، وأبان الأمين العام للجمعية السفير علي السيد أن المبادرة لن تعمل على طرح مقترحات سياسية، مشيرا إلى أنها ستعمل على معالجة الآثار السالبة الناجمة عن انسداد الأفق السياسي والأوضاع التي تمر بها البلاد. وأبان على السيد أن المبادرة ستعمل على محاربة خطاب الكراهية ونبذ العنف ودعم الحوار الوطني من أجل الدفع للحلول والابتعاد عن كل ما يعمل على انزلاق البلاد للمخاطر التي تتربص بها. الإعلاميين والصحفيين لاجتماع لقاء، واليوم يكون هو اللقاء الثاني لبحث كيفية مساهمة هذا القطاع الهام، قطاع الصحافة والإعلام، في مواجهة التحديات التي يعني الآن هي واضح أن يواجهها الوطن أرضا وشعبا. واضح أن الساحة السياسية فيها انسداد أفق وفيها مشاكل نتجت عن تراكمات خلال الفترة الأخيرة، وهناك الكثير من المبادرات التي طرحت، مبادرات داخلية ومبادرات خارجية. ونحن الآن يعني هذا اللقاء اللي أنا لي شرف استضافته بحكم علاقتي الطيبة جدا مع العديد من الإعلاميين والصحفيين. وصلت مطار الخرطوم صباح اليوم السبت 200 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 استرازينكا منحة من جمهورية المجر، دعما ومساهمة لجهود السودان للقضاء على جائحة كورونا. وقال ممثل وزارة الخارجية السفير صديق عبد الله، قال إن المنحة المقدمة تأتي في سياق الصداقة التي تربط البلدين ودعما لبرامج التعاون الصحي، مثمنا جمهورية المجر على هذه اللفتة الكريمة التي جاءت في وقتها. فيما قال القائم بالأعمال بجمهورية المجر بالسودان السفير ميسل بلار ألاك، قال إن السودان تعامل مع الكورونا بطريقة عالية الجودة، مؤكدا دعم جمهورية المجر للسودان لمحاربة الجائحة، إضافة إلى تمديد العلاقات إلى الأفضل. منحة مقدمة من جمهورية المجر عبارة عن 200 ألف جرعة من عقار أسترازينيكا، لقاح أسترازينيكا،
ويأتي ذلك في سياق العلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، ودعما لبرامج التعاون الصحي القائمة بينهما. ونحن إذ نشكر جمهورية المجر على هذه اللفتة الكريمة التي جاءت في وقتها تماما، نعبر عن تطلعنا لدعم وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. وكانت قد نشرت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية التقرير الوبائي لجائحة كورونا اليوم في البلاد، الذي أظهر أن الحالات الجديدة ليوم أمس الجمعة 110 حالة، وحالات التعافي الجديدة 35 حالة، أما حالات الوفيات الجديدة فبلغت 11 حالة. أعلن مجلس إدارة مشروع الجزيرة عن التوصل لاتفاق لتوفير السماد اليوريا للمزارعين بالمشروع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم محافظ المشروع مع وفد الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. وكشف محافظ المشروع عمر مزروق عن أن الاتفاق يهدف لتوفير 200,000 جوال من السماد، يتم توفيره عبر الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، مطمئنا المزارعين بتوزيع السماد مباشرة اعتبارا من يوم غد الأحد، وذلك يسهم في نجاح الموسم الشتوي لمحصول القمح. كما أشاد بالخطوة التي اتخذتها وزارة المالية لخفض الضرائب وتقديم التسهيلات اللازمة لدخول هذه الكمية من السماد للمزارعين. اليوم الحمد لله، وبعد مجهودات كبيرة وبعد تعاون من الجميع، تمكننا من اليوم من توقيع العقد مع الجهاز الاستثماري صندوق الضمان الاستثماري. ونحن في هذا المجال نتقدم بالشكر للصندوق وللإخوة في الصندوق الذين تعاونوا معنا مرتين. المرة الأولى عندما مولوا لنا السماد لمزارعي التقاوي، والآن تم تمويل السماد للمزارعين الآخرين وبجهد كبير منهم، والشكر الجزيل لهم. الحمد لله، صباح اليوم تم الاتفاق بين إدارة مشروع الجزيرة والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي على توفير عدد 200,000 جوال سماد يوريا لمشروع الجزيرة، ويتم التوصيل إن شاء الله والشحن لمارجان مباشرة. والاتفاق تم بواسطة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي عن طريق وكيل الشركة المصرية للسماد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني يكون دي تحالف استراتيجي بين الجهاز الاستثماري وبين مشروع الجزيرة في كل المشاريع الاستراتيجية. نفذت منظمة الظلال الخيرية بالتعاون مع منظمة الرباط الخيرية التركية مشروع كفالة الأيتام وفرحة الأطفال بولاية الخرطوم. وقال الأمين العام لمنظمة الظلال الخيرية الصديق هلال، قال إن المشروع يستهدف تغطية أكثر من 250 أسرة بكلفة بلغت 3 مليون جنيه، بالإضافة لمشروع فرحة الذي استهدف الأيتام والأسر الفقيرة والمتعففة. من جانبه أكد مدير المشروعات بمنظمة الرباط الخيرية التركية عثمان حيدر مواصلة الشراكة مع منظمة الظلال الخيرية من أجل مواصلة المشروعات الإنسانية ومشروعات الدعم الاجتماعي. بهذا الخبر مشاهدينا في الأخبار أينما كنتم، تمنياتي لكم دوام الصحة والعافية، في أمان الله.